تاريخ العصر تبع مرفق بيروت بلش معي اتليست بسنة 2002. ب2002 زرت مرفق دبي اول ما استلمت مرفق بيروت، ورحت بدي اشوف شو عم بيصير بمرفق دبي وشو لازم ينعمل بمرفق بيروت. فحقيقة الفرق كان شاسع بين الخدمات يلي عم تتقدم هونيك والخدمات يلي عم تتقدم بمرفق بيروت، من طريقة العمل للمعدات للانفراستراكشر لكل هدول المواضيع. فرجعنا من هونيك وحطينا وقتها الخطة يلي بدنا نشتغل عليها بمرفق بيروت لهالكام سنة القادمين. فطبعا هيدي الخطة كانت انه بدنا مرفق متطور عصري ممكنن حديث فعال يلي بدنا اياه، وكيف بدنا نعمل انه مرفق اشعاعي، مرفق يبطل مرفق الضرورة تبع بيروت، بس بدنا انه نكون مرفق للمنطقة تتوزع منه البضائع ويكون مرفق عصري. فاشتغلنا على هذا الموضوع، وحقيقة بعتقد يعني توفقنا لحديت هلا، فأنجزنا محطة الحاويات يلي صرتوا بتعرفوها، يلي بعتقد عم بتأدي خدمة مميزة رغم الصعوبات يلي حاليا عم نعيشها. طبعا مكننا كثير من الأعمال يلي عم تنعمل بمرفق بيروت، وحقيقة كل هدول الأعمال هيدي أدت إلى جودة الأعمال اللي عم نعملها والبنية التحتية الموجودة والمعدات المتطورة الموجودة، أدت أنه قدرنا مدينا عقود مسافنة مع شركات عالمية منهم CMA CGM ومنهم شركة MSC. حقيقة الشغل اللي اشتغلناه كمان بهيدي الفترة وقت قدرنا حصرنا كل عدد الكونتينرات بمحل واحد اللي هي محطة الحاويات، أدت أنه قدرنا نسترجع مساحات بالمرفق، وهالمساحات هدول قدرنا استرجعناها، قدرنا خلقنا بقسم منا شيء سميناه المنطقة الحرة اللوجستية، وهذا الشيء أنا بفتخر فيه يعني رغم من الصعوبات الكبيرة يلي بعتقد حيحكوكم عنها اليوم، بس قدرنا خلقنا هالمحطة وأجرناها كلها، وبعد عندي أمل أنه الشغل فيها حيكون كتير منيح بالنسبة للبنان، وهيدي المحطة حتكون يعني إحدى المحطات اللي بدها تزيد الشغل ببيروت ولمرفق بيروت. اللي عملناه كمان خلال هالكام سنة طبقنا البرنامج اسمه الإيبس إلكترونيك بيلينج سيستم. فلحديت اليوم لحديت هلأ حقيقة كانوا بس الوكلاء البحريين هني عم بيستفيدوا من هذا البرنامج، إنما بعتقد بعد بكرة بالذات حنبلش شغل هذا البرنامج لجميع الترانزيتيرية والفوروردية، حنبلش بعدد ضئيل منهم مشان نجرب السيستم، وخلال شهر أو شهر ونص بصير هذا البرنامج متكامل، فبالتالي ببطل في لزوم حتى حدا ينزل على المرفق، بده يصير التعامل عبر الانترنت، الطلب لاستلام او تسليم اي مستوعب بصير عبر الانترنت، الفاتوره تنبعت عبر الانترنت، والدفع بصير من خلال البنك بطريقه للي بيحب بطريقه الكترونيه، وينبعث لنا خبر انه تم دفع المطلوب ونحن بنحرر المستوعب. فهذا الشيء كمان من الاشياء اللي عم نعملها واللي حيبلش العمل فيها قريبا. اللي عملناه كمان طبعا واللي بينزل على مرفق بيروت بيقدر يشوفه من خلال تطبيق شو بسموه بالعربي ISPS كود، مداونة العالمية لأمن المرافق، ولا المدونة الدولية ولا ISPS كود. فحقيقة كمان بالمرفق اشتغلنا كتير على هذا الموضوع، واللي بينزل على المرفق بيشوف اليوم في كتير تصاوين، الحركة فيه بطلت يمكن فلتانة مثل قبل، كل محطة عمل مصونة، ركبنا هلا مثلا برنامج بريميتر سيكوريتي مع كاميرايات و اوبتيكال فايبر اوبتيك فنس كنترول، يعني اذا واحد هز الفنس دغري الكاميرا بتعمل زوم وبتسجل شو عم بيصير وبتعطي خبر للاجهزه الامنيه انه في شيء عم بيصير بهيدي النقطه. فحقيقه كله هدول الاشياء عملناها، و يعني الاحصاءات بتحكي لحالها عن شو عم بيصير بمرفق بيروت. فمرقت حركه البضائع من 390 الف حاويه سنه 2004 ل 2007 تقريبا مليون حاويه، و2008 كذلك الامر مليون حاويه.
حقيقة الفرق بين 2007 و 2008 وليش ما كان عندنا هالمشاكل سنة 2007 بالرغم من أنه عملنا نفس عدد الحاويات يلي هو تقريبا مليون حاوية. الفرق هو أنه خلال سنة 2008 صار في عنا زيادة كتير مهمة بعدد المستوعبات اللي جاية للسوق المحلي. فهالعدد المستوعبات حقيقة طلع من 2006 339 ألف حاوية ل 444 ألف حاوية بال 2007 ل 530 ألف حاوية بال 2008. هل زيادة العدد المستوعبات يلي جاي على السوق المحلي حقيقة عملت لنا هي السبب المشاكل يلي عم نشوفها اليوم بالمرفأ. هل زودة الحركة هيدي من دون أي إجراءات أخرى، من دون أي إجراءات على طريقة تخليص البضائع، من دون أي إجراءات تسهيلية من قبل أي من المتعاملين إن كان مع البحوث وزارة الزراعة بالرغم من يلي حكي الأستاذ يعني، بس بعد على أرض التطبيق منه بالسهولة الكافية بالسهولة اللي نحن متمناها مشان حتى تسهل الحركة انسياب البضائع. فحقيقة جميع هالمواضيع هيدي مع بعضها خلت أنه بدي أعطيكم رقم بسيط مثلا أنه بال2007 كان في عنا حيال نهار على الأرض المرفأ 6000 حاوية للسوق المحلي موجودين على الأرض عم بيفوت وعم بيطلع منهم، بس الستوك يلي موجود بأرض المرفأ كان 6000. فجأة بال2008 بأخوة 2008 صار هالرقم نط إلى 12000. فطبعا هالعدد من الحاويات كلها بدنا نتعامل معها، بدنا نلاقي كيف بدنا نحطها وين بدنا نحطها وكيف بدنا نشتغل معها. فبما انه المحل يعني ضيق، المحل واحد ما قدرنا كبرنا بالرغم من مراجعات عده، اضطرينا نحط طبقات فوق طبقات فوق طبقات من الحاويات. فعملنا احصائيه كمان صغيره هيك بتفرجي العبرة. كان بال2007 كل حركة منتجة بنعملها يعني بنسلم كونتينر لزبون، هي بنعتبرها حركة منتجة، كانت تاخذنا نضطر نعمل حركتين ونص غير منتجة، يعني نشيل كونتينر من فوق واحد نزيح واحد تنقدر نسلم. هذا الرقم مرق من 2.5 بال2007 ل 6 بال2008. فكل حركة كل كونتينر بتجوا بتستلموه انتو اليوم عم نضطر نزيح 6 كونتينرات من فوقه مشان حتى نوصله. فطبعا يعني هيدول العوامل مع بعضها خلت انه عجقة وعدم ارتياح من كتير من المتعاملين مع المرفأ بالرغم من اجراءات كتير اتخذت يعني. فالساتوريشن شو الساتوريشن؟ الاكتظاظ الباحة حقيقة وصلنا إلى أيام توصل الباخرة ما نقدر نفضيها لأنه الباحة تكون مليانة، ما توصل الباخرة نقعد نتفرج عليها لحتى نسلم شوية كونتينرات من السوق لحتى نبلش نرجع نشتغلها. هلأ طبعاً هيدا الشيء خلى الوكلاء البحريين يهددوا أنه هن كمان بدهم يزيدوا بقى هلأ الفي الإجراء تعيد الحاويات على مرفق بيروت، ولو هن زادوا هالإجراء ما كنا خلصنا بال 25 دولار يلي اليوم كلنا عم نقل عليها، كنت خلصته بأكتر بكتير. فحقيقةً يعني الحلول يلي بين ايدينا بعتقد صارت واضحه للكل، حكى عنها الوزير، في قسم منها عم يتطبق، قسم منها بده يتطبق، بس انما طبعا هو من توسيع المرفأ وهذا الشيء بلشنا فيه. ومثل ما قال الوزير نحن دفاتر الشروط صارت تقريبا حاضره والخرائط حاضره وحنطلق مناقصه ان شاء الله خلال شهر اذار. طبعا عم نستعمل كل بقيه الارصفه والبحات يلي بين ايدينا، ما عم نخلي محل ما عم نزيد فيه حاويات. شفتوا اكيد مؤخرا انه الحوض الاول يلي كنا عم نجرب نفضيه مشان حتى نرممه ونعمله للسياحه كمان حطينا فيه مستوعبات، واليوم عم يستعمل حتى هيدا للمستوعبات. ساحه العبد كمان ساحة الان بي تي مثل ما قال الوزير هلا عرفت انه اخذوا قرار فيها بمجلس الوزراء، فهيدي كمان حنبلش نشتغل لانه
نستعملها، بدنا نفضيها ونأهلها ونبلش العمل فيها. طبعا العمل فيها ما حيكون هين، اي حاويات بدي احط فيها، اذا بدي نحط فيها الحاويات المليانه يعني الجمرك بده يروح يقعد هنيك، يعني انتم بكون تروحوا تستلموا من هنيك. في اشياء كمان بعد ما انحلت بس على طريقه للحل، عم نشوف اي حاويات بدنا نقدر ننقلهم على ساحه العبد ونقدر نتعامل فيهم. شراء معدات جديده كمان نحن اخذنا القرار، والوزير عم بيقول هلا انه صدقوا، فبالتالي حنباشر بهذا الموضوع، وحيكون في عنا اليات ان شاء الله بعد 12 شهر مشان بتسهل العمل والشغل. طبعا اخذنا القرار يلي عم بينحكى فيه كثير هالايام، هو نخفف فترات مكوس المستوعبات بالمرفأ. بعتقد هذا اهم قرار والقرار الوحيد يلي حينشاف ريزلتس تقولوا المفاعيل، وحتنشاف دغري هلا. نزلنا، وفي كتير حكي بعتقد ما نفهم القرار مزبوط مثل ما نحط القرار، هو انه نزلنا فترة المكوس اول فترة مكوس الغير ايه نزلناها من 15 يوم الى 6 ايام للمستوعبات يلي خط اخضر بالنسبة لنا، يلي بيطلعوا دون اي اجراء ان كان جمركي او طلب من معهد البحوث او وزارة الزراعة الى اي فحص معين. فنزلنا لهالمستوعبات نزلنا فترة المكوس لست ايام، ولاي مستوعب عنده اي معاملة فعلية ان كان من معهد البحوث من وزارة الزراعة من الجمارك من او من غير من اي جهة تانية بنعطيه 3 ايام اضافية، وبصير عنده 9 ايام free of charge. حقيقة ليش عملناها 6 زائد 3 ما عملناها 9 او كلهم سوا 8 او شو اسمه، عملنا هيدا الشيء خصيصا لحتى نبلش نجيب احصاءات، يعني لحديت اليوم احصاءات معهد البحوث عنده احصاءاته، الجمارك عنده احصاءاتها، وزارة الزراعة يمكن عنده احصاءات مش اكيدين، وكل واحد عنده احصاءاته وكل واحد عم بيدافع عن شو عم بيعمل لحاله. حبينا نحن نعرف شو عم بيصير بالمرفأ. فلحديت هلا، وهذا الشيء بلشناه باول كانون الثاني، ولحديت هلا صرنا مسلمين من واحد كانون الثاني 12000 كونتينر. من هال 12000 كونتينر في 4400 كونتينر من 2008 ما عندنا عليهم اي احصاءات سلمناهم، ما بنعرف هذول اذا يعني ما بنعرف اذا انطلب عليهم شيء او ما انطلب عليهم شيء. وهون الاحصاءات الحلوه بتبلش، تبين انه في 3470 كونتينر خط اخضر تسلموا، و4200 كونتينر خط احمر. يعني من الكونتينرات اللي تسلموا 55% يلي عندنا عنه الاحصاءات لحديت هلا، 55% من هالكونتينرات عم بيكون في عليهم او تفتيش او عم بينفتحوا مشان تاخذ منهم عينه، وهالعينه بتروح على شيء وزاره معينه. حقيقة 55% هذا رقم كتير 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 كبير. محطة الحاويات وقتها تصممت كان الحكي عم بينحكى ب 30%، وكنا عم نتشاور تنزلها 30% إلى 20% وحتى إلى 10%. فاليوم نحن بال 55%، هذا رقم بعتقد كتير 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 مهم، وبدل يعني شو عم بيصير بالمرفأ وليه عم بتصير هالاكتظاظ هذا. شو هي هلا من هون ورايح، شو عندنا، كيف شوفتنا لقدام بالمرفأ، شو الفيجن تاعتنا، شو الرؤية يلي عنا إياها للمستقبل. حقيقة هيدي الرؤية بعتقد بدنا نحكي فيها اليوم. يعني أنا عندي أسئلة أنه شو هو المطلوب من مرفأ بيروت؟ يعني هل هو المطلوب أنه مرفأ بيروت لازم يستلم كل بضائع جاية على السوق المحلي؟ إن كان بدها جمعتين تخليص تقعد جمعتين بالبور، بدها شهر تقعد شهر. هل هيدا هو المطلوب من مرفأ بيروت؟ إذا هيدا كمان ممكن، وممكن واحد يعمل ديزاين على هذا الموضوع. بعتقد أستاذ عمار حيحكي شوية عن كلفة هالأمور هيدي، بس بعتقد كتير مهم نحدد شو هو المطلوب من المرفأ. هل مطلوب أنه الباخرة توصل وتدلى فيته وما تنطر ولا دقيقة برا؟ كمان ممكن نفكر فيها ونشوف ساعتها شو بنعمل مشان حتى هيدا الشيء يصير.
هل المطلوب انه الشاحنه اللي بدها تفوت تستلم الكونتينر تبعها تفوت امتى ما بدها وب 5 دقائق يكون انا مسلم الكونتينر تبعها كمان؟ يعني اذا هذا المطلوب بركي لازم نشوفه. هل المرفق لازم يعمل ربح؟ يعني انا بعرف جامعات الصناعيين على طول لحقيني انه الكلفه والكلفه والكلفه ومرفق غالي وما مرفق غالي. حقيقه اليوم المطلوب من المرفق يعمل ربح، فنحن كل سنه بنحول لوزاره المال بنحول ربح. اذا هذا الربح مش مطلوب طبعا كلفه الخدمه المرفقيه بتنزل. يعني كمان شيء بركي لازم ينحكى فيه ويطلع توصيات من عنا اليوم. فبعتقد كتير مهم نحدد شو هو المطلوب من المرفق. في حاجة كتير اليوم انه الحق على المسافنة، والمسافنة هي القصة يلي حرق دين البور ومش عم بتخلينا نشتغل ونعمل يلي بدنا اياه. حقيقة يعني كان فينا نحكي اكتر على شو حسنات وشو سيئات المسافنة. بعتقد هل عندها حسنات؟ انتم بدكم تقولوا التجار، جمعيات التجار بدكم تقولوا اذا عندها حسنات. يعني نحن شايفين عندها حسنات، شايفين عم تعمل خلقه حركه، خلقه كومبيتيشن بالسوق، عم تعطي التجار امكانيه توصيل استيراد وتوصيل بضائعهم بسرعه اكثر، بخيار اكثر بين الشحينه، ونعتقد بكلفة أحسن. إذا هيدا منه مطلوب كمان بركي لازم نلغيها ونرجع لورا. فكمان هيدا السؤال مطروح يعني ومفروض ينحكى عنه. بعتقد بالنسبة لي يعني المسافن اليوم وعملنا دراسات دقيقة يعني بالبور لنشوف خي إذا ما جبنا ولا اليوم ما جبنا ولا مستوعب مسافنة على البور، هل هيدا بيحل لي مشكلتي؟ فتبين لنا انه ابدا. اليوم كونتينرات المسافنه عم بينحطوا بمحلات معينه وعم بينشغلوا بمعدات معينه غير المحلات وغير المعدات يلي تستعمل مشان البضائع السوق المحلي. فبالنسبه لنا ما هذا هو الحل، بس طبعا هذا موضوع نقاش وانا موجود هون وناطر اسئلتكم. بشكركم، ميرسي كثير.